فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يكون العبد موفقا؟ ما يسمع بباب خير إلا وفق له، تجده مع المصلين والصائمين والقائمين والمحسنين والبارين وهكذا، وجزاكم الله خيرا. اللهم استعد. ما أعظم هذا السؤال. هذا السؤال يعني لو جلسنا شهور بل والله سنوات ما نحصي، لأن هذا كله الدين. كيف يكون موفقا؟ يكون العبد موفقا بأمور منها ومن أهمها وأعظمها: أولا سؤال الله والدعاء، أكثر من سؤال الله الهداية. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني وارحمني واجبرني، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه كان يقول ذلك بين السجدتين، أن تكثر من سؤال الله: اللهم وفقني لما تحب وترضى، اللهم عصمي. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما روى البيهقي عنه بسند صحيح إذا اعتمر أو حج ورق الصفا والمروة يقول في دعائه ومن دعائه: اللهم عصمني بطواعيتك وطواعية رسولك صلى الله عليه وسلم. أن تسأل الله الدين وأن تسأل الله الاستقامة من كل قلبك، والله يقول: ادعوني أستجب لكم. كم من أقوام سألوا الله بصدق أن يكونوا من الصالحين فبلغهم الله درجات الصالحين علما وعملا، فجمع لهم بين النية والظاهر والباطن، وهذا كله بتوفيق الله، أن تدعو الله عز وجل أن يهديك. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اللهم إنا نستهديك فاهدنا. وفي الحديث الصحيح عن الحسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء القنوت فقال: اللهم اهدي، قل اللهم اهدني في من هديت، فاسأل الله دائما أن يهديك، ولا تتكل على صلاحك واستقامتك، وليكن معك الخوف الشديد من الانتكاسة وزيغ القلب، تقول: اللهم إن أعوذ بك من زيغ القلب، فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. قد يستقيم الإنسان على الطاعة فيأتي في لحظة واحدة وينظر إلى طاعته فيغتر فيزيغ قلبه والعياذ بالله، ويبلى بالانتكاشة، فتكون على حذر وخوف. ومن خاف أمن، ومن خشي سلم. هذا الأمر الأول، كثرة الدعاء، تسأل الله عز وجل لأنه أمر هو من فضل الله ولا يعطيه إلا الله. أما الأمر الثاني للتوفيق فهو الأخذ بالأسباب التي تحقق وتعين الإنسان على أن يكون موفقا، وأعظمها وأجلها على الإطلاق كتاب الله جل جلاله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلن تجد توفيقا إلا بالقرآن والسنة. فمن رزقه الله عز وجل حب القرآن وكثرة تلاوة القرآن والتأثر بالقرآن والبكاء من آيات القرآن والخشوع عند سماع القرآن وحب سماع القرآن والتأثر عند سماعه، فإنه أقرب الناس إلى التوفيق وأقربهم إلى التحقيق وأقربهم لسلوك أقوم طريق. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل، أن تحب كتاب الله، ومن أحب شيئا تأثر به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما حشر معهم. السبب في هذا أنه سيتأثر بهم ويقول بأقوالهم ويعمل بأعمالهم. فحب كتاب الله، وليكن شعارك دائما أن تكون بخير المنازل مع كلام الله عز وجل. لا ترضى لنفسك مع القرآن بالقليل، إياك ثم إياك أن ترضى لنفسك من القرآن باليسير، بل عليك أن تجد وتجتهد، تحاول حفظ القرآن، ثم تحاول فهمه وتدبره، وتحاول تطبيق كل ما جاء في كتاب الله عز وجل. وإن من التوفيق أن تجد الإنسان إذا نشر كتاب الله بين يديه أحس كأن الله يأمره وينهاه، فيبكي لوعده ووعيده، ويخشى من تخويفه وتهديده. وإذا سمع الجنة طار شوقا إليها، فتجده ينتظر متى ينتهي من القرآن لكي يعمل خصلة من الخصال التي سمعها في كتاب الله عز وجل. يسمع كتاب الله عز وجل يأمره بالصلاة، فيكون أسبق الناس إلى الصلوات وإجابة الدعاء والمسابقة إلى الصفوف الأول، والتأثر بسماع الأئمة والقراء والخشوع عند سماع القرآن. يتمنى أن منزلته في الصلاة أعلى المنازل وأشرفها وأجلها، ويحطم هذه النفس ويهينها ويذلها في قرب التقرب إلى الله عز وجل بذلك. يسمع كتاب الله يدعوه إلى الصدقة،
فلا يمر على مسكين ولا محتاج ويستطيع أن يعطيه شيئا إلا أعطاه، ولا يمر على مكروب أو منكوب أو مفجوع أو مفجوع ويستطيع أن يشفع له أو يقضي حاجته إلا سعى له في ذلك. فلا يزال العبد يجتهد مع كتاب الله عز وجل حتى يبلغ أعلى درجات التوفيق، وهذا في طلب الخيرات. ثم ينظر في كتاب الله عز وجل في زواجره ونواهيه، فبمجرد أن يقرأ الآية تنهاه عن حرمة من حرمات الله، نظر أين مقامه من هذا النهي وأين هو من هذا القرآن الذي نهاه وزجره، وأن هذه الآية التي تلاها حجة عليه بين يدي الله عز وجل، فيخاف ويخشى فيقاد إلى التوفيق، التوفيق لترك المعاصي والزهد فيها واحتقارها واحتقار أهلها والبعد عن مواطنها ومظانها وما يرغب فيها وما يدعو إليها وما يزينها، لأن القرآن قام على هذا. فإذا قرأت القرآن وجدته يزهدك في كل شيء فيه معصية الله عز وجل، يزهدك بتحقير المعصية، يزهدك بتخويفك من المعصية، يزهدك بكشف حقيقة المعصية. انظر إلى كتاب الله عز وجل كيف يقود الإنسان إلى التوفيق وهو يكشف له حقائق الأمور. ولذلك يحرم الإنسان التوفيق متى كان على عينه غشاوة، فأصبح كالأعمى لا يدري أين يذهب، لكن الموفق عنده بصيرة يكشف بها حقائق الأمور بتقوى الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان هذا هو القرآن، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالموفق هو الذي اهتدى بالقرآن وكملت هدايته بالقرآن، لا يستطيع أن يقدم أمرا على أمر القرآن. لو قيل له إن الناس كلها تخالفه والقرآن وهو متمسك بالقرآن لم يبالي بالناس أين ذهبت، إذا قيل له إن الناس تستهزئ به وهو يعمل بالقرآن ويقول بالقرآن لم يزده ذلك إلا تمسكا. إذا تغير الزمان وفسد الناس فأصبحت التساهل في الحدود والمحرمات وأصبحت آيات القرآن منسية، كان الموفق أقرب الناس لكتاب الله وزاده ذلك تمسكا بكتاب الله وحبا لكتاب الله، فلا يؤثر في سخرية الساخرين والاستهزاء المستهزئين. من دلائل التوفيق أنك تجده مع القرآن في جميع أموره أمرا ونهيا وترغيبا وتحبيبا. إن الرجل يجمع المال ويكدح في جمعه آناء الليل والنهار، فيبني بيتا أو ينشئ مزرعة أو يرى الذهب والفضة بين يديه يلعب بها لعبة، فإذا قرأ القرآن وسمع آيات الله عز وجل تحركه لضعفاء المسلمين وأراملهم ومعوزيهم وبائسيهم، خشع لله قلبه وظرفت من خشية الله عيناه، وخرج يلتمس الضعفاء والفقراء والأيتام والمساكين والمحتاجين ويعطيهم شيئا تعلقت به نفسه، فاحتقر هذه النفس وهانها أمام كتاب الله. هذا هو الموفق. التوفيق ليس بالدعوة، والتوفيق ليس بالغرور أن يطلق الإنسان لحيته ويقصر ثوبه ويصلي الصلوات الخمس دون مبالاة بالكمالات. التوفيق مرتبة عالية زاكية سامية تحترق فيها القلوب والقوالب شوقا إلى ربها وحنينا لما عند الله. تجد العبد يرث المال ويرث الدنيا ويكون عنده زهرة الدنيا ومتاعها، فيشتم رائحة الجنة بكتاب الله فيوفق إلى احتقار الدنيا. من دلائل التوفيق أن العبد لا تجده في أي أمر من الأمور يعلم أن الله عز وجل يحبه ويرضاه إلا قدمه على كل شيء. الموفق هو الذي يسأل كأن لإنسان حاله يقول: يا رب بما تأمرني فأفعل، وما الذي تنهاني عنه فأترك. يا سبحان الله، قالت المرأة لزوجها: أؤمرني وإني مطيعة، وقال الرجل لابنه أدلله: تأمر وتدلل. فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى إذا أصبح أمره لا يرد عندك؟ الموفق هو الذي لا يمكن أن يقدم على أمر الله شيئا، قدم أمر الله على نفسه التي بين جنبيه فأهانها وأذلها. قالت له النفس إنها تريد أن تنام وقد أخذت قسطا من النوم، فقال لها: قومي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هؤلاء هم الموفقون.
نادى عليه منادي الله في صلاة الفجر في شدة البرد والحر والقر أن أخرج يا عبد الله إلى الفلاح إلى الصلاح، قال لبيك وسعديك يا رباه، ثم يزاد في التوفيق فتجد يقوم الأسحار فيستغفر، علم أن الله يحب المستغفرين بها فيستغفر، ثم علم أن الله يحب أن يراه في ثلث الليل الآخر فنام مبكرا وزهد في الناس وفي مجالس الناس وفي القيل والقال، وصار إلى ربه حثيثا، وعجلت إليك ربي لترضى. هذا هو الموفق الذي كسر نفسه وأهانها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، اشتهت نفسه الملهيات فأهانها، واشتهت نفسه المتع واللذات فأذلها وقهرها وصاغها إلى ربها. هذا الموفق الذي قام أبناؤه وبناته بفتنة يشغلونه عن ذكر الله فقدم ذكر الله على أهله وماله وولده، كم نظر الله إليه وهو يستطيع أن يتمتع بأزواجه وأبنائه وبناته، فخرج من بيته لطاعة من طاعات ربه. الله يعلم كم من موفق خرج في ظلمات الليل وفي شدة الحر والقر في شدة الهاجرة إلى يتيم يكفكف دمعه، أو إلى مسكين يجبو كسره، أو إلى ضعيف يرحم ضعفه، لأن الله ناداه فقال فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يوضع بين يديه الطعام والشراب الفاره، فيتذكر أيتام المسلمين وأراملهم ومحاويجهم فيحمل هذا الطعام ويخرج إليهم. هذا الموفق الذي علم أن هناك نساء ضعفة منهن من هي بنت 60 و70 قد يراها على القمائم تجمع القمائم فيحترق يحترق، فلما يرى أرملة من أرامل المسلمين لو كانت أمك أو أختك وهي تخرج في شدة الهجير يمر عليها فيراها فيحترق نفسه، فيأخذ المال الذي في جيبه فلا تعلم يمينه ما أنفقت يساره، لأنه لا يعد المال ولا يحصيه، يأخذ جميع ما في يده ويعطيه للأرملة يشتري ما عند الله. موفق للجنات، موفق للباقيات الصالحات، لم تشغله السيارات ولا العمارات ولا حب المظاهر ولا الزينة، علم أن ذلك زائل وأنه حائل. هذا الموفق الذي يشتري ما عند الله ويبتغي ما عند الله، يرى نفسه طيلة العام في لهو ولعب فيقول هذا شهر الصوم أريد أن أقبل على ربي، يرى نفسه في طيلة العام غافلا عن تدبر القرآن فإذا جاء شهر الصوم ختم القرآن قراءة وتدبرا، وسأل نفسه أين هو من هذه الأوامر والزواجر. إنه الموفق الذي كسر كل شيء لمرضات ملك الملوك وإله الأولين والآخرين. الموفق هو الذي لا يقر قراره. أثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه جاء لفاطمة زوجه بنت عبد الملك رحمه الله برحمته رحمه الله جميعا برحمته الواسعة، وهو يبكي فقال لها قد علمت أن أعظم ما يشتهي أهل النار الماء، ثم تلا قول الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. هذا القلب قلب الموفق الذي يتدبر القرآن في كل وقت جاي مع زوجته، من جلس مع زوجته يحدثها حديث الزوج مع زوجته، يحدثها حديث اللهو والمتعة، ما رضي إلا أن يكسر نفسه لله، كانوا مع القرآن. الموفقون هم أهل الله، أهل طاعته، أهل محبته، أهل ولايته. إذا أردت أن ترى الموفقين فابحث عنهم بين اليتامى والمساكين. إذا رأيت أن ترى الموفق هو الذي صب الله عليه المال فأصبح يرى زاهدا متزهدا، أصبح يرى متقشفا لم يبالغ في ملبسه ولا هيئته ولا منظره، هو الموفق الذي ارتفع في عيون الناس فكسر نفسه لله فزاده ارتفاعه ضعة وتواضعا لله عز وجل فازداد رفعة عند ملك الملوك. الموفق كلمة تعني عبدا من عباد الله اصطفاه الله واجتباه، عبد يذكر بالله وبطاعته ومحبته ومرضاته. الموفق هو المسدد في قوله، إذا جلست معه سمعت التسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن، إذا جلست معه الموفق هو الذي إذا جلست معه لا تسمعه يغتاب مسلما. أثر عن بعض الأخيار أنه توفي
فلما توفي أقسم بالله العظيم من صحبه قال والله ما سمعته يوما من الأيام يغتاب مسلما. وأثر عن بعض أهل العلم ونذكر عن بعض المعاصرين رحمهم الله أنه قال عنه أحد العلماء من معاصريه يقول صحبت فلانا فوالله مدة طويلة والله ما سمعت منه كلمة نابية يوما من الأيام. أين هذا هو الموفق في قوله؟ التوفيق ليس بالدعاوى العريضة وليس بالتشهي ولا بالتمني. التوفيق أمارات ودلائل بينات قام علي أقامها صالح المؤمنين والمؤمنات. التوفيق سداد من الله ورشد يصيبه العبد بفضل الله سبحانه وتعالى. لا يزال العبد موفقا حتى ترفع درجته وتغفر خطيئته. الموفق هو الذي أبكاه ذنبه، هو الذي لم ينس ماضيه لكي يحرق نفسه ويحترق في طاعة الله سبحانه وتعالى. والموفق هو الذي لم ينس ما هو مقبل عليه وهو آخرته ولقاؤه لربه. الموفق هو الذي ذكر الموت وشدته والحساب ومعونته فخفف الحمل للقاء الله جل جلاله. الموفق هو الذي يبحث عن كل شيء يذكره بالله في كل كلمة يسمعها وكل كلمة يقولها. الموفق الذي أحب الكتاب والسنة وسار على وفق الشريعة والملة. الموفق عبد من عباد الله إذا رأيته تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموفق عفيف اللسان عفيف الجوارح والأركان. لا يزال العبد يأخذ بأسباب التوفيق التي من أعظمها كتاب الله عز وجل تلاوته وتدبره، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سيرته والعمل بها والدعوة إليها والاهتداء بهدي السلف الصالح. الموفق التوفيق يكون في الأقوال ويكون في الأعمال، يكون في الأقوال فلا يكذب الإنسان ولا يغش ولا يزور ولا يمدح نفسه ولا يغتر بمدح الناس له. هذا من التوفيق في قول الإنسان، يكون الإنسان قوله سديدا، وهي وصية الله لعباده وأوليائه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تجد الرجل الموفق إذا دخل بيته كان أول ما يتكلم به ذكر الله، وإذا جلس مع أهله وولده علمهم شرع الله، وإذا جلس بين إخوانه وخلانه أعانهم على طاعة الله. لا، الموفق هو الذي لم تضع ساعاته ولم يخب يومه وأمسه، وكان يومه خيرا من أمسه وغده أفضل من يومه. كل هذا بتوفيق الله عز وجل، ولا يكون ولن يكون إلا بالاهتداء بكتاب الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اللهم اجعلنا ممن اهتدى بالقرآن. ومن أعظم الأسباب التي تعين على هذه الأمور وأعظمها بعد كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثرت زيارة المقابر وتذكر فراق الدنيا واحتقار هذه الدنيا وأنها زائلة وأنها حائلة، لتنظر إلى هذه الدنيا كيف مكرت بأهلها، لتنظر إلى هذه الدنيا كيف متعت أقواما ثم أذاقتهم وجرعتهم غصتها فخرجوا منها صفر اليدين إلا من رحمة الله. السعيد من وعظ بغيره، السعيد من اعتبر وادكر، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. الموفق هو الذي ينظر إلى حقيقة هذه الدنيا فيحتقرها بذكر الآخرة. ما قوم العبد، ليس هناك شيء بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر في قلوب الناس وقوالبهم ويدعوهم إلى الاستقامة ويكون سببا في توفيق الله لهم مثل ذكر الموت والآخرة. من علم أنه سيموت وأنه سيفارق الدنيا وأن موته لا يعلم في أي ساعة يأتيه، وأنه لا يضمن أن يبقى هذه الساعة، ولا يدري قد يكون قد حفرت له حفرته ونسج له كفنه. من أكثر من ذكر البلاء والمصير إلى الله جل وعلا هانت عليه الدنيا وذهبت عنه وانقطعت عنه كل الأمور التي تحول بينه وبين الله. ولذلك قوم الله سلوك المؤمنين وهذب أخلاقهم بذكر الآخرة. ليس هناك شيء يهذب أخلاق الناس مثل الآخرة.
الذي يعلم أنه سيموت تهون عليه لذات الدنيا، تهون عليه شهواتها، تهون عليه المحرمات، لو جاءته الحرمة من حرم الله، لو جاءته المرأة عارية لم يبال بها وهو يذكر الآخرة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا ذكر الإنسان من أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر، من ظن أنه سيموت كما مات أبوه وأمه، ماتت أمه، مات إخوانه وإخلانه وأصحابه وأحبابه، من زار القبور ورأى العظماء والكبراء، رأى أقواما طالما امتلأت الدنيا بأخبارهم وأمورهم كيف صاروا إلى اللحد والبلاء. صاح هذه قبورنا تملأ الرحدة الرحبة، فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطأ، ما أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. انظر إلى القبر وانظر إلى المقبور، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالموفق جعل في أسبوعه، جعل في يومه، في أسبوعه، في شهره زيارة للقبر، خاصة إذا كان للأقرباء وكان للآباء والأمهات، يتذكر الأعزة والأحبة كيف صاروا إلى الله، يتذكر أقواما طالما أحبهم وأحبوه وطالما كانوا بقربه، قد تكون زوجة، قد يكون ابن فلذت كبد، فينظر كيف حال بينه وبين ابنه التراب، لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فيعلم أن الله أمره جد وليس باللعب، يعلم أن الحياة ليست لهوا ولا لعبا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، عندها تنكشف عن عينيه، انكشف الغطاء، ويعلم أنه صائر إلى هذا المصير ومنقلب إلى هذه الحفرة، وأنه سيمرغ وجهه بالتراب، وأنه سينزل إليها كما نزل إليها من قبله، وأنه ستهان كرامته وتذهب عزته، يذل في عزته ويهان في كرامته إلا أن يرحمه ربه. عندها يوفق معرفة حقيقة هذه الدنيا، يوفق لكي ينكشف عنه الغطاء، وعندها يسأل نفسه: لما خلقني الله؟ لما أنا موجود؟ هؤلاء الموتى قد حيل بينهم وبين ما يشتهون، فما أحوجني أن أملأ صحيفة عملي بذكر الله، ما أحوجني أن أترك المحرمات، ما أحوجني أن أترك الشهوات، ما أحوجني أن أستفيق من غفلتي وأن أعمر آخرتي وأن أصلح ما بيني وبين ربي، ما أحوجني إلى دمعة تطفئ حرارة قلبي ويغسل بها ذنبي ويرضى عني ربي، ما أحوجني أن أفكر لما خلقت ولما وجدت. أكمل الناس توفيقا من حقق هذه الأمور وعلم أن الله لم يخلقه عبثا ولم يجده سدى. عندها يبكي على الدقيقة فضلا عن الساعة، يبكي على الثانية فضلا عن دقيقة، عندها يعلم أن الله لم يخلقه عبثا وأن الله لم يجده سدى، فيتحرك إلى ربه بشوق، يتحرك إلى الله بمعرفة، يتحرك إلى الله بانكسار، يرجو من الله أن يجبر كسره وأن يرحم ضعفه. ولا يزال هذا الذكر للآخرة يحركه، كلما غفل في الدنيا ذهب إلى القبر فنظر إلى أبيه وأمه وأخته وأخيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه، أين الأعمام والأمات والإخوال والخالات والإخوان والأخوات والأصحاب والأحباب، من الذي أبقاني من بعدهم؟ فإذا كان موفقا تحرك قلبه إلى ربه بهذا الأمر، وجعل هذا الأمر ديدنه. والله لو أن أهل القبور سئلوا عن أحب شيء ما تمنوا القصور التي كانوا يسكنونها، ولا المراكب التي كانوا يركبونها، ولا الخلان، ولا الإخوان، ولا الأعواد، ولا الأوتاد، ولا الأمجاد، ما تمنوا إلا تسبيحة تزاد في صحيفة أعمالهم، أو استغفارة تزاد في صحيفة أعمالهم، أو خيرا يرجون به ربهم. الموفق هو الذي عرف حقيقة الأمور وأزال الله عنه الهوى والغي والشرور، فأيقظه من غفلته ونبهه من منامه. الناس تلهو وتلعب وهو في عزة وكرامة بطاعته لله عز وجل، ولا يزال العبد يتذكر الآخرة حتى يزهد في هذه الدنيا ويعرف حقيقتها وحقيقة أهلها، يعرف فيها الغش والكذب، فيترك الغش والكذب إلى دار الآخرة التي أهلها أهل صدق وأهل جد، يترك هذه الدنيا بنفاقها وريائها وزهوها،
إلى الآخرة المليئة بالرحمة وبالعفو والمغفرة، فيعد للأمر عدته. وقال الله في كتابه: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إن من توفيق الله أن تعلم أنه إذا دنت ساعتك وحانت سكرتك أنك تستفيق إفاقة ما أفقت في الدنيا مثلها، وجاءت سكرة الموت بالحق. وقيل: وجاءت بالحق سكرة الموت في قراءة، أي أن سكرة الموت جاءت بالحق الذي لا باطل فيه. عندها ينكشف للإنسان سراب الدنيا، وهذه الدنيا التي عاشها 20 أو 30 أو 60 أو 100 سنة تمر كلحظة واحدة. يقسم المجرمون ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هول تنتهي عنده الأشياء وتنقضي. التوفيق أن تتذكر أن الله عز وجل خلقك لتوحيده وعبادته، وأن هذا اللهو واللعب كله سينتهي إذا انكشف الغطاء. غدا غدا ينكشف الغطاء، كم شدة من بعدها رخاء. لا ينبغي للإنسان إذا أراد التوفيق أن يلهو مع اللاهين، وعليه أن يستفيق وأن يسلك الطريق الذي يقربه إلى الله، وأن يسعى إلى الله حثيثا، وأن لا يبالي بشيء إلا مرضات الله سبحانه وتعالى. أسعد الناس بالتوفيق وأولاهم به من ذكر الله في جميع أحواله. هو العبد الذي لا يفتر عن ذكر الله طرفة عين، قلبه دائما يتذكر الله عز وجل، تراه مشلولا على الفراش يحمل، حامدا لله، شاكرا، راضيا بقضاء الله، صابرا، محتسبا، حامدا لله على عافيته. يقول: ما دام ديني سالما فلا أبالي، إلهي إني راض بقضائك وقدرك، راج لرحمتك. لا يزال موفقا في البلاء بالكلام الذي يرضي ربه، يتملق الله سبحانه وتعالى، يرضي الله، وحاله في أشد الحالات تجده محموما مريضا في شدة البلاء في شدة الكرب، ولا يزال يثني على الله لأنه ما غفل عن الله طرفة عين. لا تجده يصرخ ولا يتجزع ولا يجزع، يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، فتجد نفسه عالية. هذا التوفيق. لقد خرج أقوام من الدنيا بكلمات رضي الله بها عنهم رضا لا سخط بعده أبدا. يقول الطبيب للمريض: ذهب بصرك، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. عبد ملك لله، أعطاني الله بصري وابتلاني بفقده، اللهم رضيت بقضائك وقدرك. يقال: يا فلان مات ابنك، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. مات أبوك، ماتت أمك، مات أخوك، ماتت أختك، مات حبيبك، قال: رضيت بالله، إنا لله وإنا إليه. التوفيق كلام تفتح له أبواب السماوات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. التوفيق أن تعرف من ربك وكيف تعامله، أن تعلم أنه لن تكون حركة في هذه الدنيا ولا سكون إلا بأمر الله، أنك تحت أمره تحت قهره. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يأتي الشيطان يقول للإنسان: أأنت الذي كنت تذهب وتأتي، وأنت الذي تصول وتجول، وأنت الذي كان عندك المال والغنى، اليوم أنت فقير، هكذا يفعل بك ربك؟ يقول: نعم، ونعمت عيني، ورضيت بما كتب لي ربي، المال مال الله، فإن أعطاني رضيت بالله، وإن أخذه مني فلا اعتراض على قضاء الله. يقال: هذا السكر قد أخذ قدمك، هلما نقطعها؟ يقول: رضيت بالله، أحتسب الثواب عند الله. توفيق موفق لا يقول إلا ما يرضي الله. الموفق يقول الكلمة فيكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. الموفق يعمل العمل فيرضي الله رضا لا سخط بعده أبدا. يأتيك البلاء، تأتيك الفجائع، الفوازع، القوارع، فتتلقاها بالنفس المؤمنة، تتلقاها بالصدر المنشرح، بالقلب المطمئن: رضيت بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. تكون مع الله في جميع أحوالك،
فإذا أعطاك الله الخير وبسط لك من النعمة نظرت إلى نعمته. يدخل الرجل على أهله وولده وزوجه فيقول: يا رب كنت وحيدا فسترتني وأعطيتني زوجة أعف بها فرجي وأحصن بها فرجي، يا رب لك الحمد. ثم أعطيتني زوجة مؤمنة تصبرني وتذكرني بك، يا رب لك الحمد. ثم أعطيتني زوجة في عافية، يا رب لك الحمد. ثم أعطيتني أولادا وأردت أن يبقى عقبي ولم تقطع لي عقبي، يا رب لك الحمد. ثم أعطيتني ذكورا وإناثا، يا رب لك الحمد. فلا يزال ينظر أن تعيش مع الله، ألا تكون مع الغافلين، ألا تلهو مع اللاهين. الموفق هو الذي وفق في سيرته وسريرته، هو الموفق في قلبه الذي امتلأ بالله عز وجل وامتلأ بما عند الله، لا يغتر بشيء، حاله كله مع الله. ولذلك في قصص الأنبياء الذين قص الله أخبارهم كيف ذلوا لربهم واستكانوا وتضرعوا لله وما اغتروا وما ضيعوا الأمانات وما خانوا، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد. انظر، نبي جعل الله له الجن تحت الأرض من الجن، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فلما أوتي هذا الملك قال: الملك لربي وليس لي. ذل الله وانكسر، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ثم بين أنه إن شكر فبفضل الله، وأنه من كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا في حال النعمة. أما في حال النقمة: وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. موفق لأن قلبه مع الله. أشكو بثي وحزني إلى الله، من هو الله؟ شكى بثه وحزنه إلى أرحم الراحمين، إلى أرحم الراحمين. لو أنك يوما من الأيام أصابتك مصيبة أو أذيت بأذية فأردت أن تشتكيها إلى مخلوق، فاعلم أن الشكوى لا تكون إلا إلى الله. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، المنتهى كل شكوى وسامع كل نجوى. ما بالك بمن لا يخفى عليه شيء فهو يسمعك، وما بالك إذا كان الذي لا يخفى عليه ويسمعك أنه أرحم الراحمين. لمن تشتكي؟ لقد قطع الله شكوانا عن غيره. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. توفيق. الموفق هو الذي تظهر دلائل التوفيق في قوله وعمله وسمته ودله، في الشدائد، في المصائب، في الخيرات، في النعم. تأتي النعم إلى العبد تزف زفا فيطأها بقدمه في مرضاة الله جل جلاله ومحبته. ينفق الألوف ولا يراها إلا كالريالات، وينفق الملايين وكأنها لا تساوي شيئا في جنب ملك الملوك سبحانه وتعالى. هذا هو منتهى التوفيق، أن يكون الإنسان ذاكرا لله. صاحي شمر لا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. وصدق الله إذ يقول: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن أعظم آية ودليل وعلامة على التوفيق أن الإنسان لا يفتر عن ذكر الله عز وجل في أمره، في عسره، في يسره، في سرائه، في ضرائه، في منشطه، في مكرهه. يقول لسان حاله: يا رب بماذا تأمرني وعن ماذا تنهاني؟ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تصلح بها فسادنا. اللهم إنا نسألك رحمة منك ترزقنا بها الاستقامة وتؤمننا بها يوم القيامة وتجيرنا بها من حال الخزي والندامة
وتوقفنا بين يديك بلا عتب ولا عذاب ولا ملامة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وعمنا بواسع مغفرتك. اللهم إنا نسألك في هذا المقام يا ذا الجلال والإكرام، قد صامت لك أحشاؤنا وأمعاؤنا ونحن في بيتك ومسجد نبيك صلى الله عليه وسلم قد اجتمعنا لذكرك، أن ترحمنا برحمتك الواسعة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا رحمة لا نضل بعدها أبدا، اللهم ارحمنا رحمة نسعد فلا نشقى بعدها أبدا، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، رحمة يا أرحم الراحمين تنور بها قبور موتانا وموتى المسلمين، وتفسح لهم فيها فسحة تدخل عليهم بها السرور إلى يوم البعث والنشور يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين في شفاعتنا لإخواننا المؤمنين، اللهم نور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، وارحم المعذبين وأجرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجل عن كل معذب عذابه، وارحم أهل القبور برحمتك الواسعة، وخص بذلك الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والإلة والقرابات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم فرج همومهم ونفس غمومهم، اللهم اجبر كسرهم وأصلح أحوالهم واهد ضالهم وارحم معذبهم، اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات، اللهم قو شوكتهم، اللهم قو شوكتهم يا حي يا قيوم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت إله الأولين والآخرين، آمنا بك أنت العزيز الجبار إله الأولين والآخرين، نسألك أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي ارتضيته لنفسك على الدين كله، واكتب لأهل هذا الدين عزا ونصرا، واكتب لمعاداه وآذى أهله ذلة ومهانة وقهرا. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم انزل بهم عذابك ورجسك إلى أهل الحق، اللهم دمرهم شر مدمر، اللهم دمرهم واجعل دمارهم قوة للإسلام وأهله، اللهم اجعل كثرتهم قلة وارمهم بكل داء وعلة، زلزل أقدامهم، صدع بنيانهم، شتت شملهم وفرق أعوانهم، إله الحق لا إله إلا أنت. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم لكل بر وتقوى، اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه، اللهم اشرح صدره ونور قلبه، اللهم اجعله سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، يحب بحبك من أحببت ويعادي بعداوتك من عاديت. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تأمره بطاعتك وترغبه في مرضاتك، اللهم سدده ووفقه واعنه يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وردنا وارض عنا يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر، اللهم اجعلنا من أسعد عبادك في كل خير نشرته،
وفي كل بر أنزلته. اللهم اجعلنا أسعد عبادك بمغفرتك، اللهم اجعلنا أسعد عبادك وأفوزهم برحمتك. اللهم لا تحل بيننا وبين رحمتك وبرك وإحسانك وحلمك بما كان وسلف من ذنوبنا وتقصيرنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك من ذنوبنا ونعوذ بعزتك وعظمتك أن تحول بيننا وبينك يا رب العالمين. اللهم اجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا واستر عيبنا واستر عيبنا وفرج كربنا ونفس همنا وغمنا يا إله الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك لإخواننا في باكستان وغيرها من بلاد المسلمين أن ترحم ضعفهم وأن تجبر كسرهم. اللهم أغث إخواننا في باكستان وأغث إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها يا رحمن. اللهم إنا نضرع إليك أن ترحم ضعفهم. اللهم ارحم المعذبين، اللهم ارحم المعذبين وأطعم الجائعين، اللهم أطعم الجائعين، اللهم اكفهم هم الدنيا والدين، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إن إخواننا جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، وإنهم خائفون فأمنهم، وإنهم مشردون ضائعون فآوهم. اللهم اجعل ما أصابهم رفعة للدرجات وغفرانا للسيئات، واعطف عليهم قلوب المؤمنين والمؤمنات. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرنا وكسرهم، وتول أمرنا وأمرهم يا أرحم الراحمين. نستغيث بالله لإخواننا المؤمنين، نستجير بالله لإخواننا المؤمنين من هم الدنيا وعذابها وتكالب الأعداء. اللهم أغثنا وأغث إخواننا وارحمنا وارحم إخواننا. اللهم انصر الإسلام وأهله وأعز الإسلام وأهله، واغنهم من واسع فضلك يا رب العالمين. اللهم اغنهم من واسع فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أسعد عبادك في رحمتك وبرك وعفوك وكرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالعفو والصفح والبر والغفران، وجنبنا السعير والنيران، وآمنا في أنفسنا في الأنفس والأهل والولدان يا أرحم الراحمين. الطف بنا فيما يكون وما كان، واغفر لنا بمغفرتك يا حليم يا رحيم يا رحمن. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اجعل علمنا وسيلة إليك، اللهم اجعله وسيلة ترضيك عنا، واجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، ونسألك علما يدلنا عليك، ونسألك أن تجيرنا من الفتن والمحن وزيغ القلوب وطمس البصائر. اللهم إنا نعوذ بوجهك من طمس البصائر وزيغ القلوب. آمنا برحمتك وثبتنا على الصراط حتى نلقاك وأنت راض عنا، غير مبدلين ولا خزايا ولا نادبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لعلماء الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لأمواتهم وارحمهم، واجزم عنا وعن الإسلام خير ما جزيت عالما عن علمه وشيخا عمن علمه يا أرحم الراحمين. نور قبورهم، اللهم نور على أئمة الإسلام ودواوين العلم والعمل وأئمة الهدى، نور عليهم قبورهم وارفع درجاتهم واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم ارزقنا حسن التأسي بهم فيما يرضيك عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهوى والردى، واعصمنا يا من جل وعلا، وخذ بناصيتنا لكل بر وتقوى. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم لك الحمد على نعمتك، ولك الحمد على فضلك، ولك الحمد على كرمك. هذا من فضل ربنا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.